دابا كاين توقيف ديال 97 سياره اجره ديال 240، اشنو هو يعني ما هو المصير ديال السائق اولا، اشنو هو المصير ديال المستغل ثانيا، اشنو هو المصير ديال الرب ثالثا؟ يعني بالله عليكم 97 سياره اجره توقفات، يعني الا ضربتيها في جوج ديال الشيافر وتزيد عليهم مستغل، شحال من عائله هذيك؟ راه فايته 300 عائله. يعني دابا المشكل اللي كاين هو رجال الامن البارح الحد قاموا بحجز ثلاثه السيارات ديال 240 وتم الحجز ديالهم في المحجز البلدي ديال 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 مدينه اكادير. بالله عليكم كدوز الطاكسي ديال اكادير يعني فيها الصفر والبيض، وكدوز حداها طاكسي زرقاء ديال اكادير ولا ديال اي تملول ولا ديال النواحي ديال مدينه اكادير، هذه كتمشي للفوريان وهذه ما كتمشيش. يعني واش كاين شي خلل عند السيد الوالي او عند ولايه الجهه بان القرار خرج يعني عامه على الجهه، ولا خرج بالضبط لمدينه اكادير؟ دابا المشكل كما قلنا مشكل اداري. ملي مشاو الناس اليوم مع الصباح لولايه الامن على اساس باش يخرجوا العربات ديالهم، تم الرفض ديالهم تتجيب الكريمه، يعني اعطيني الكريمه باش نعطيك الطوموبيل. هذه الكريمه هذه الى مشات لولايه الجهه لمن غتعطى؟ غتعطى لمولاها. يعني كاينه 90% ديال المشاكل بين المستغل والرب. يعني الكريمه غتحجز في ولايه الجهه، والطوموبيل غتعطى لك. اذا تعطات لك الطوموبيل هذه والكريمه عندهم، شنو غدير بهذا الطوموبيل هذه؟ واش غتخدم بها هي اصلا؟ راه ما غاديش تخدم، لان القرار ديال المنع راه خرج. الحل هو ولايه الجهه تعطي ولو حلول ترقيعيه باش هاد الناس هادو يخرجوا سيارات جداد. يعني شي وثيقه كما غتكون هاد النوع ديال الوثيقه بالنسبه للمستغلين ديال مدينه اكادير، راه بدون استثناء كلهم مستعدين باش يخرجوا سيارات جداد. السبب يعني ذوي الحقوق، الاداره المعنيه اللي خصها تحمل ولا تكفل بهاد ذوي الحقوق باش تقاد ليهم ولا تسوي لهم الوضعيات ديالهم، باش يدار واحد الاتفاق بينه وبين المستغل، ولا باش يدار التحويل ديال الكريمه ديال 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 السيد اللي مات، تحول بسميه الزوجه او الابناء المعوزين، ولا تحول بسميه شي واحد من الاهل ديال 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 ديال, ديال صاحب المأذونيه الاصلي. ولكن الاداره كانت ناعسه ومازال ناعسه، لان كاينين ديزاغريمون دروك اللي الناس ديالهم دفعوا الوثائق ديالهم، ولكن يعني بلا ما نسميش الارقام ديال الجرايم اللي هما محطوطين تما والدواسه ديالهم كاينين، ولكن الاداره كل مره كتقول بلاتي هذا الشهر، بلاتي هذا الشهر الجاي، بلاتي حتى العام الجاي. يعني المشكل الاول جاي من الاداره. تلاحظوا يعني المغرب ديالنا ولا اكادير بوجه الخصوص كاين مجموعه ديال التغييرات اللي هي تغييرات من حيث البنيه التحتيه، نهضروا على الطرقات، نهضروا على النقل، نهضروا على جميع، كاين مجموعه ديال التغييرات اللي هي تغييرات ايجابيه. هذه التغييرات جات انطلاقا من بعض القوانين التهيئيه اللي كانت قبل المراسل للمذكرات الوزاريه للقرارات العامليه، الا انها كل هذه التغييرات هذو الا انها كل هذه التغييرات وهذه القوانين كان لهم واحد الاثر، يعني واحد الاثر هو ايجابي بامتياز، ولكن كانت له يعني بعض التاثيرات اللي هي جانبيه على السائقين اللي ولا المستغلين اللي تيمارسوا هذه المهنه ديال سياره الاجره. نعطي مثال، انه البارحه كان توقيف ديال طيلات سياره اجره من نوع مرسيدس، وهذا التوقيف غادي يشمل جميع سيارات الاجره القديمه من نوع المرسيدس، وكذلك من نوع فيات تونو تهضر على الصنف الثاني، وكذا 205 هادو تهضر على الصنف الثاني، يعني تيشملهم. كاين ما يزيد عن 100 سياره اجره من القديمه اللي غادي يتم التوقيف ديالها نهائيا، وفعلا راه تم من ابتداء من البارحه، يعني جات تعليمات للناس ديال الامن الوطني وكذا الدرك الملكي باش انه توقفوا هذه السيارات. الا انه الاثر اللي قلتها اليوم، الاثر اللي هي جانبيه اللي هي تاثر سلبا على المستغلين والسائقين، انه هاد الناس ما تعطوهمش مساعده ولا يساعدهم اداريا باش انهم هاد المأذونيات يتحولوا لذوي الحقوق. مثلا نعطيو مثال، انه كاين اللي بغى يبدل السياره، الا انه الناس صاحب المأذونيه ارفض انه يجدد مع ذاك السائق، وبقات هذيك المأذونيه هكاك يعني ما تشونجات. ولا كاين بعض المرات الحاله الثانيه انه تتلقى صاحب المأذونيه انه توفى، ولكن جميع الورثه يعني ما بغاوش انهم يديروا بسميتهم هذه الكريمه هذه، وبقات ديك السياره معلقه. وكاين بعض المرات تلقى صاحب المأذونيه
توفى وجميع الناس يعني على الاسره ديالو اللي عنده ذوي الحقوق عندهم حتى هما كريم ديالهم، هذا الشيء تيحول دون انه هذه الكريمه هذه تبدل. القرار تيقول لك فين يعني مين تيموت مول الكريمه تتحبس هذه سيره الاجره، ولكن واش كاين شي حلول لهاد المستغلين اللي تيمارسوا هاد المهنه وهاد العمل لمده تزيد عن 20 سنه وما تيستغلوا سيره الاجره؟ واش كاين شي حلول؟ هما راه ما كرهوش هاد الشيء، تنهضر على لسان الناس، هاد الناس هادو مساكن تنهضر على لسانهم، هاد الناس راه ما كرهوش انهم يبدلوا، كون كانت يعني تسهيلات باش انهم هاد الناس يبدلوا السيارات ديالهم يعطيهم شي ورقه، هما مستعدين انهم يمشيو ويبدلوا الطوموبيله ويجيبوا طوموبيله جديده اللي فيها جميع المعايير لا ديال السلامه الطرقيه لا ديال الامن لا كل شيء، يعني ولا حتى الراحه ديال الركاب والناس اللي تيستعملوا سيارات الاجره. لذلك هما مستعدين انهم يبدلوا، تيبقى غير النقطه عند الناس ديال ولايه الجهه وكذا عملت اكادير داو تنان انهم يديروا معاهم شي مساعده باش الناس باش هاد الناس يبدلوا هاد السيارات. وحل رئيسي واحد اللي نقدروا نقولوا هو انهم يشوفوا يتواصلوا مع الناس ديال صاحب المدنيه ويشوفوا واش هما بغا يبدلوا لا ما بغاوش يعطيو لهذا السيد الحق في انه باش يبدل ديك السياره يبدلها سياره جديده، لانه حتى حنا بموافقه صاحب المدنيه بين قوسين راه كاينه لجنه ديال فهاد النزاعات كاينه في العماله يستدعيوه صاحب الدنيا ويهضروا معاه يقول له ودي جدد مع هذا الاخ مع هذا السيد هذا ولا شوف شنو هو الحل اللي تيطلب انه باش انه تشونجا باش تبدل هذه السياره سياره قديمه تبدل بسياره جديده. كاينين ملفات ماشي واحد ولا جوج، كاين ملفات بزاف اللي معروضين عليهم خاص غير انهم يطريطيهم. كما تلاحظوا راه هذه اول مره اول بعدا حنا سمعنا هي ديال اكادير اللي كانت التوقيف ديالها، مازال ما بداو التوقيف في المدن الاخرى، ها انس قال لي حدانا راه مازال ما بداش التوقيف ولكن اكادير بدات التوقيف. لذلك حنا تنطالبوا انه الاسراع باش معالجه هاد الملفات اللي كاينه في العماله ديال هاد الناس باش انه ما يعيشوش يعني واحد البطاله، لانه هذيك المهنه اللي تيمارسوا كاين اللي تيمارسها سنين ما عندوش شي مهنه من غير سائق سياره الاجره، وكاين عائلات راه الطاكسي دابا انت تشوفها ما تصحابش واحد الطاكسي اللي واحد العائله اللي خدامه، تيكونوا بعض المرات ثلاثه العائلات مساكن اللي تيعيشوا في هذيك الطاكسي. واللي كنشوف انا فيه زعما بالنسبه لهم تعدوا على هذوك الناس، لان إذا كنا على الصعيد الوطني ما يهم، كنا على الصعيد الوطني ما يهم، هما دابا اختصوا واحد المدينة هما يعيشوا فيها 240 هما يخلوا الناس مشردين، كاين مثلا مع شي 125 لا على ما سمع، وزيد عليها 125 صفر و 125 هي 250 صفر، كلها يكون مشردة يعني ما خدامين ما والو، هذا لا يعقل باش يديروه كاك لواحد المدينة بعدها. هي 240 هي فيها مشاكل بزاف بالنسبه للبلايص، لان الوقت اللي كيجي مثلا الزبون كيبغي يركب كيبغي يقول لك اودي لا انا هذيك 240 ما نركبش فيها بيت انا ارتاح يعني ما كاين مشكل، ولكن بالنسبه لبعض اذا كان الزحام دابا من ساكن الناس ما الزبون ما بقاش باش كيفكر كيقول لك اودي نركب انا فاش ما دابا هو المشكل دابا اللي كتشوف هنا دابا بزاف دابا ملي تحيدت 240 من اكادير كاين بزاف ديال بعض البلايص دابا اللي كانوا شويه مغطين عليها راه حابسينها وبقى بنادم بحال مثلا نعطيك غير مثال اوري راه هو الناس واقفين من الصباح الوقت كاع اللي هاد الطوبيس كاين هاد الطاكسي كاين ولكن هما بغاو الناس الطاكسي لان الناس باغيين الطاكسي اصلا متفق معاك فعلا الطوموبيلات يعني مشاو ولكن المشكل اللي هذا كيديروا له محل راه كاين عنده كاين اللي مات مول الكريمه ما هضروا ما سولوا فيه كاين مول الكريمه اللي عندهم مشاكل بيناتهم مع مول الكريمه كاين اللي مول الكريمه ما دينها كاع هما في ديك الكريمه مشى هو عايشين برا وعايشين كل واحد فين عايش الوقت تعيط ليه كيقول لك انا جامع مسوق ليها اسيفتك راه ولا خليه ولا منك ليها وهذا اللي بيصوب هذا شكون يقدروا لهم هما الوضعيه ديالهم ديال يبدلوا غير الطوموبيلات وكاين اللي بيبدلها من جيبو بلا ما يدير هو جديده هو من غدا يقدر يديرها من جيبو واخا ما يكون عنده الدم ولا ما يعطيه الدم يقدر يديرها من جيبو يديرها كريدي كاع هو وعنده الفضل هو الا دارها كريدي على هذيك الا بقات ديما كاع عاوني شويه مع فيها العيا شويه هي فيها العيا بزاف كاع وفيها المشاكل بينك مع الناس يعني شغنقول لك كتحاشمك مع بينك مع الكريان كاين بعض الكريان دابا كتعرفهم يعرفوك كيشوف بحال هكا كيقول لك ادي وكتحشم انت باش تقول لي طلع لعندي هو باغي يطلع لعندك وحشمان وما باغيش يخليك ما باغيش سميته ولكن هو راه غلب الله هو بغى مسكين طاكسي جديد لانه هو بلاصتو خصو يبقى فيها بوحدو مريح هو دابا طاكسي كبير كتكون شويه
هي راه شلنا حنا راه خدمنا فيها تقريبا في هذا القطاع 30 عام تقريبا. اللهم بارك وبخير وعلى خير.